فير بلاي. رجعنا من جديد في فاير بلاي ونبداو في استقبال ضيوفنا كما العاده. والاتصال يجينا من طوكيو، اكيد بطل من الابطال التوانسه اللي قاعدين يشرفوا فينا في طوكيو العاب في الرياضه في الالعاب البارا اولمبيه. معنا واحد من الرياضيين التوانسه مباشره من طوكيو، رؤي اجباب اللي تالق اليوم. رؤي اهلا بك. السلام اخويا سلام، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل. مرحبا بك رؤي خويا، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم الكل متألقين وشرفتونا في تونس الكل. ايه عايشك الحمد لله يا ربي، بعد برشا تعب وبرشا خدمة وصلت النتيجة الحمد لله. دونك اليوم الفجر بون عاشك بوقتكم ووقتنا، ما عادش نقولوا اليوم ولا مش اليوم، نورمالمون اليوم انتم عندكم عقاب الليل تو. اي نحن تو عندنا 11 ربع اليوم. اي احنا ما ثلاثة دونك اليوم الفجر على نحن واليوم اللي عندكم انتم. باهي، ميدالية جديدة تقريبا زوز ميداليات ليك في أول مشاركة في عمر 23-22 عام كما يشغل تتصحح لي رؤي. ما شاء الله كنت تستنى في الحصيلة هذه. والله كنت استنى الحمد لله، قدمنا نحن من اللي قدمنا عادي سبيساليتي اللي هي الميسان كوركاتسان، كنا مكثرية مركزين على 1500 وحسب الخدمة اللي خدمة فيها وحسب الأوقات في الانترينمون كنا متأكدين ان احنا نجمو نعملو ميداي في الميسان كوركاتسان، وهذا اللي صار الحمد لله يا رب. انت شاركت في 3 سباقات؟ شاركت في ثلاثة، شاركت في 1500 فينال وشاركت في نفس نهار نصف نهائي 400 وارتحت نهار ولعبت فينال 400. به تقريبا كما قلت رؤي، كيفاش كانوا السباقات؟ احكي لنا كيفاش كانوا. صعب الميدالية الذهبية كانت صعيبة شوية، ما عادش نجموا نطمحوا مستقبلا، كيفاش؟ والله السباقات الزوز كانوا صعب برشا الحقيقه، خاطر بالنسبه للمرسان خاطر نعرف المنافس نتاعي اللي هو الاسترالي ربح بطوله العالم 2019 ومعايا الروسي اللي عمل دوزيام في بطوله العالم كيف 2019 ومعايا اثيوبي وبقى البطل البارالمبي. كان سباق صعيب برشا، عرفنا كيفاش نخدم، عرفنا كيفاش نجري، الحمد لله عملنا نتيجة باهية وكله بفضل الله الحمد لله. هو تقريبا السباقات الكل شاركت فيهم حطمت فيهم رقم القياسي نتاعك انت يا شخصي. اي صحيح الحمد لله، عملت رقم قياسي في 1500 ورقم قياسي في 400 رقم شخصي. ما شاء الله، دونك فرحانين بيك اكيد الاولاد غادي، خاصة تو الاولاد كان معنا وليد كتيلة اول امس وكيف شيدة تقريبا مستانسين بالتدريجات. انتوما كيفاش تم التعامل معاكم؟ كان لي اول مرة ملعبية شبان مع رياضيين شبان معناها. والله مش بكل فرحة كريمة، والله من جروب من برا معناها، حتى عباد ما نعرفهمش والله يعرفونا في المساجدات ويهنوا ولا بالحق شيء من وش نصفه لك، نص كل فرحة بينا، نص كل شجعتنا، نص كل حاول بينا. حكى معنا وليد وحكى معنا محمد فرحات شيبة وروعة، قالوا لنا راكم ما يشجعوا فينا معناها تنجموا تولوا أبطال، هذوكم هم مش خير منكم بحكم هم عندهم خبرة كبيرة، خلينا ما عندهم الخبرة وسمعنا الكلام والشكر لكل اللي يبقى المدرب نتاعي محمد السيكري اللي هو تعبى معايا بالحق على الاخر وهو اللي وصلني للمستوى هذا الحمد لله. انا الاصعب، انا الاغلى، انا الاقرب اللي كنت ميدالية الاولى والثانية. والله نحن الحق كنا متوقعين المرسانك صعيب نعمل ميداي، خاطر اني قلت لك انا معايا الاسترالي عندي 3 دقائق 41 ومعايا روسيا عندي 3 دقائق 44، معناها كانت المرسانك من الساس صعيبة شوية فهمتني. كنا معاملين على الكاتسون يعني نتعامل فيها ميداي أكثر الحقيقة يعني. ولكن الحمد لله، وان شاء الله المره الجايه فما ذهب ان شاء الله. ابش نجيك للجاي. اول اتصال منين جاك؟ نعم تكون بعد اول ميداليه. اول تليفون، اول اتصال، مع شكون حكيت؟
والله حكيت مع الدار خاطر الدار يعني مش كل الدار أي اتصال فرحة كبيرة أكيد العائلة والله فرحة كبيرة فرحة والله من مش بحكي لك الحكم أول مرة كنت غريب علي أصلاً حتى الكومي مش مصدق ومش مستوعب أنا أنا الحمد لله ولا الحمد لله توفيق كل من عند الله الحمد لله الحمد لله في 23 عام رؤي زوز ميداليات في أول مشاركة لك شنو نستنى منك مستقبلا؟ والله تو نحطين فينا على القاع قاعدين نخدم تو بقدر ربي نخدم مع الهبط إن شاء الله أترى كما عرفت كما قررت كنت قريب برشا من الذهب. صحيح. هو انت 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 اي في السباق شاركت فيه كنت لول في اخر اللحظات ظهر الاسترالي كما اشغلت هو اللي خلطته. لا روسي هو اللي يربح. اي اما انت قبل خط النهايه كنت لول ظهر قبل بشويه معناه. صحيح قبل 40 متر ولا 80 دور لول. بالضبط اي. شنو صارتك اللحظة هذيك؟ والله انا في وسط الكورسة قررت اني نضرب من خاطر هي كورسة عدت ريكدة شوية من اللي تعدت بطيئة شوية فهمت؟ لا قررت فهم قلت نضرب من 400 خاطر نعرف الروسي قوي في التنس في الاخر هو الاسترالي قلت نضرب من 400 بس من بعد نصف ما بعضنا تعبين وقولوا اللي ريزيست يخسر هو اللي يربح. شوية قاومة اكثر منك. خويا يعطيك الصحة ما زلت كما قلت لك ما زلت صغير في العمر ان شاء الله الجاية تكون ذهب ان شاء الله هذا اكيد طموحك في باريس ها؟ لا يكون ربي مرة يلعب على الذهب باذن الله يحيينا ربي حياة خير ونص الى باريس قلت ربي فما ذهب المرة الجاية وعد ان شاء الله نتصور ولا عندك اكسبيرونس الكافية بعد اول مشاركة التوانسة مع 10 ذهب منك بغير الذهب كما اللي قريبا الاسامي الكبار اللي عندك كيما وليد كتيلا ولا روعة ليلي ولا رشيدة ولا بقية صحيح قلت ربي توا خذونا خبرة بالكدا من هذه أول مشاركة ليا معناتها ما كنتش حتى ما عنديش الخبرة الكافية معناتها منين نضرب منين نتعدى منين هو واحد ولا يعرف بالكدا يعرف المنافسين يعرف كيفاش يتعامل مع الكورسة بالكدا ان شاء الله المرة الجاية تم ذهب قلت ربي ان شاء الله في المتسابق في الأربعمية ان شاء الله وقت ايش المرويح ان شاء الله والله نروح نهار 7 في الشهر زينا 5 ايام ان شاء الله فما اول نذكر التوانسه اول دفعه ان شاء الله توصل اليوم لحتاش نتاع الليل روعه الليل كيف شيده يوصلوا لتونس لحتاش نتاع الليل ماذا بينا نلقاو التوانسه الكل في استقبالهم في مطار بوم مخر شويه هو لكن ماذا بينا نلقاو استقبال الابطال هذم في حجم اللي قاعدين يقدموا فيه خلي لي كلمه ما عاشوا اي كنت تحب توجهها في الاخ والله نوجه تحية لعائلتي مع مصاب اللي تعبوا معايا بالحق برشا راحوا معايا وحاولوا ديما يشجعوني باللي يقدروا أكثر وتحية للمدرب بتاعي محمد السكري بالحق هذاك أكثر إنسان تعب معايا وقدم معايا وآمن بيا بالحق تحية هو اللي خلاني نوصل نكون في المستوى هذا الحمد لله يعطيه الصحة ويعطيك الصحة انت زيادة تحية للجامعة التونسية نتاعنا حاول ديما تقدم تحاول ديما توفر لنا الظروف اللي تنجم توصل بهم توصلنا بهم فهمتني اي وفرت الظروف ولا الحقيقة كيفاش تحية التجروين اي تحية لي تجربين الكيف مانيش غلط تجربين الكيف اي تجربين الكيف تحية للمستمعين في تجربين والكيف اي تفضل تحية لهم هم مشجعيني وجتني من عندهم برشا دركولي اللي نعرفه اللي ما نعرفوش والله فرحوني اكثر حتى ما فرحت مين راحي يعطيهم الصحة كده الناس كل وصلوك برشا مسؤولين متوانسة برشا والله من اللي يعرفني من اللي نعرفه ما نعرفوش يعطيهم الصحة قلت لي نادي اسمنت كمل يا مثالش تحية نادي اسمنت المكليل هذا النادي اللي تكون فيه نادي اسمنت المكليل هو اللي بيت فيه رفيق جبيد لي رمزي مبرك وائل زيدي فؤاد عوادي يعطيك الصحة قلت لي الجامعة حاولت توفر لنا وفرت لكم ولا كل المستلزمات خويا عندك الميكرو خويا وصل اي مثال تحب توصله مرحبا بيك تفضل عندك الميكرو وبيناتنا مش يسمع فيك حدا
اللي انا وفر خيمة كل شيء كل شيء صحيح ما شوي صعوبات وذكر موجودة في كل صور في كل بلاد اما وفرتين اللازم اللي نستحقوه كل وفرتين الحمد لله. قلقتكم شوية الكورونا في التحضيرات؟ قلقتنا برسة بحكم حتى الاجراءات هناك يجينا كل يوم تعمل تيست و كل خروج ما تخرجش كان برشا استرياس بحق. لا نحكي على التحضيرات قبل نحكي على التحضيرات قبل لو كان مش كوفيد كنا نجم نطمعوا في الذهب ولا ليه؟ والله كل الناس نطمعوا في الذهب وان شاء الله برجع فما ذهب ان شاء الله. بالنسبه للكوفيد احنا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الظروف هذه قعدنا ديما نترينو ديما حاط اوبجيكتيف في مخي اللي راهو فما بار اولمبيك ما نحبش حتى في الكونفينمون حاولت ديما نترينو معناها نخرج وحدي للجبل نعمل فوتينجيات ما نحبش فهمت نبعد على العباد ونترينو ما يشوفني حد. يعطيك الصح يعطيك الصحة اكخ مقيدة من توا في باريس وعدتنا بالذهب ان شاء الله باذن الله قدرة رب قدرة ربي ثم زوزة حب ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة رؤي شباب لي بالتوفيق ان شاء الله كنت فزت بزوز ميداليات في الالعاب البارالمبية فضية وكذلك برونزية بالتوفيق ان شاء الله ليك ولبقية رياضيين في الالعاب البارالمبية. موزيكا الاخبار وعد مكملين في البلاي حتى للخمسة.